تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية نهب ممتلكات المواطنين والسيطرة على الأراضي الخاصة بهم ومنعهم من البناء فيها في المحافظات التي تسيطر عليها. وأفادت مصادر محلية باستيلاء متنفذ في ميليشيا الحوثي على أرض تعود ملكيتها لورثة مواطن في العاصمة المحتلة صنعاء. وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي مانع الطهيفي نهب أرضية تعود ملكيتها لورثة الحاج عبد الله بلس في شارع الستين الجنوبي في صنعاء بقوة السلاح، مستغلا نفوذه وبدعم من مدير قسم شرطة المجمع الصناعي الإرهابي هادي عسلان. ومنذ أكثر من 3 سنوات تمنع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المواطنين في عدة أحياء في العاصمة المحتلة صنعاء من التصرف بعقاراتهم، وذلك بهدف السيطرة عليها بمزاعم أنها أملاك الدولة، وسط مناشدات متواصلة من قبل الأهالي والسكان لرفع الظلم عنهم. وبين الحين والآخر ينفذ السكان في حي صرف والسعوان والخمسين وحي مذبح والسنينة وقفات احتجاجية باستمرار للتعبير عن استنكارهم للاعتداءات ورفض ممارسات ميليشيا الحوثي بحق مساكنهم دون أي حق قانوني. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب بريس. سيد عائض أهلا وسهلا بك. إذن يعني عملية استيلاء مستمرة على أراضي المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي تحديدا في صنعاء، ما الذي يحدث؟ طبعا الميليشيات الحوثية هي في حالة كل مشرف حوثي أو كل مجموعة من هذه العصابات الحوثية بدأت تفتح لنفسها شهية الاستحواذ على أملاك المواطنين تحت العديد من الذرائع، بل وصلت في أكثر لأنهم يطالبوا المواطنين بالبصائر الرسمية القواعد التي تسمى عند اليمنيين. نعم. فمن ليس لديه أي وثيقة يتم مصادرة أملاكهم. هذه هي سلوك الحوثية. طبعا معظم الأراضي التي الآن يزعمون أنها أملاك لبيت حميد الدين، فيقول أن أي شخص لا يملك أي بصيرة فهذه تعتبر إما أملاك بيت مال المسلمين أو من أملاك بيت حميد الدين، ويتم تأميمها دون أي مناقشة من قبل هذه العصابات. هذه الأموال التي يزعمون أنها تبعث لأملاك بيت مال المسلمين أو بيت حميد الدين هي أصلا أراضي وأملاك لليمنيين نهبت من قبل تلك الأنظمة في تلك الحقبة الزمنية، وها هو التاريخ الآن يعاود نفسه من قبل هذه السلالة التي تستحوذ على أملاك اليمنيين. الموقف الذي يقف عند موضوع الأراضي فقط سيتعدى إلى موضوع المنازل وإلى موضوع الأملاك وإلى أشياء كثيرة. فموضوع الفكر اللصوصي والرغبة اللصوصية المختبئة خلف هذه الذهنية تجعل من أفراد هذه العصابة يتوسعون بشكل كبير، ولقد رأينا كيف أحداث ما حصل في دنيح حشيش في صرف ثم انتقلت إلى محافظة إب وفي محافظة دمار وفي أكثر من منطقة في محافظة صنعاء. فنحن في وضع كارثي يعني أو انتفاشا لهذه العصابات بشكل لم يشهده تاريخ اليمن الحديث. نعم، كل الشكر لك رئيس تحرير موقع مأرب بريس أحمد عائض.